يحتاج مساعدتنا. هل تسمع هذا؟ ميسي فو، ها؟ أنا قادم يا دادي. ها. ميسي فو، لنجد من الذي فعل المنبه. حسناً دادي. دادي، هذا غريب جداً. ما الذي حصل يا ميسي فو؟ القمر هو الذي شغل جهاز الإنذار. ها، علينا أن نتصل بسيد مومي. لا داعي لذلك يا رفاق، أنا هنا. هنالك شيء غريب يحصل. لم تشرق الشمس منذ يومين على التوالي. لم تظهر الشمس أبداً. ماذا؟ هل نمنا لمدة يومين؟ وإذا لم نتصرف سيتغير كل شيء. وماذا سنفعل؟ علينا أن نفتح البوابة. يبدو أن القمر فعل جهاز الإنذار لأنه يحتاج إلى مساعدتنا. جاهز يا ميسي فو؟ نعم تاتي، سوف أبقى أنا هنا وأرى إن كنتم تحتاجون إلى مساعدة. هذا هو كوكبي المفضل. ها. تاتي، ميسي فو، لقد كنا بانتظاركم. تفضلوا من فضلكم. لأماكنكم. أعذروهم، إنهم صغار ومشاغبون. جميلة جدا. يا رفاق، نحتاج إلى مساعدتكم. لقد اختفت الشمس ولا نعرف مكانها، ونحتاج نحن للراحة أيضا. يمكنكم النظر من التلسكوب لكي تعرفوا الوضع الحالي من هنا. لا نعرف ماذا سنفعل. مغلق لأيام العطلة. ماذا؟ ذهبت الشمس في إجازة؟ لا تقلقي، سوف نجد حلاً بكل تأكيد. لكننا لا نعرف مكانها. انظر جيداً. لقد نسي بالون البطة على الباب. وماذا يعني هذا؟ أنها ذهبت إلى الشاطئ. سيد مومن، سنحتاج إلى مساعدتك. لنلتقي عند الشاطئ. هيا ميسي فو. كم هذا مبدع. مرحبا يا رفاق، هل تحبون التزلج مثلي؟ نحن هنا لكي نعيدك إلى مكانك. هذا إن استطعت أن تمسك بي. يا رفاق، هذا سيكون مستحيلا. لا سيد مومن، نحن ثلاثة سنحاصره ونمسك به. لكن سنحتاج إلى شيء أسرع من ألواح التزلج هذه. هذا أفضل بكثير، لنمسك به. أبدو جميل. لا عليك يا ميسي فو، سوف أمسك به. لن أسمح بهذا يا تاني. حسناً، لا أعرف، أنا آسف يا لونا. والآن جاء دورنا نحن لكي نأخذ إجازة. هل ستساعدينني؟ أرجوك.